مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث. وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. وسبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده في جلسة سابقة مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. ويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة ختان الإناث. وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فغير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور. ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي: المادة الأولى يستبدل بنص المادتين 242 مكررا و 242 مكررا ألف من قانون العقوبات النصان اللآتيا: المادة 242 مكررا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى اختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزء أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشددة لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشددة لمدة لا تقل عن 10 سنين. وتكون العقوبة السجن المشددة لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو أولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشيد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشددة لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديريها الفعل عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. المادة 242 مكررا ألف يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون. ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.